سيداتي أنساتي سادتي من تلفزيون جمهورية سوماليلاند، أحييكم وأقرأ إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذه الليلة، وأستهلها بأهم وأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يفتتح المؤتمر الخامس للمجلس التنفيذي لحزب كلمية. لجنة الانتخابات العامة تتسلم أجهزة ومعدات خاصة لعملية تدوين المصوتين. وفي النشرة أنباء متنوعة. كانت هذه مقدمة النشرة، وإليكم التفاصيل. افتتح اليوم رئيس الجمهورية فخامة أحمد محمد محمود آدم رسميا المؤتمر الخامس لمجلس التنفيذي لحزب كلمية الحاكم، وعقدت هذه المناسبة بفندق منصور بمدينة هرقيسة. افتتح اليوم رئيس الجمهورية فخامة أحمد محمد محمود سيلاني رسميا المؤتمر الخامس لمجلس التنفيذي لحزب كلمية الحاكم، وعقدت هذه المناسبة بفندق منصور بمدينة هرقيسة. هذا وقد تم الانتخاب خلال المؤتمر اليوم مرشح الرئيس والنائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2017 لحزب الحاكم. وشارك في المؤتمر 365 من أعضاء المجلس التنفيذي لحزب كلمية الحاكم. هذا وألقى كلمة في مناسبة افتتاح المؤتمر الخامس لمجلس التنفيذي لحزب كلمية الحاكم رئيس الجمهورية فخامة أحمد محمد محمود آدم، حيث أعلن أنه تناسل عن ترشحه للفترة الرئاسية الثانية في جمهورية سوماليلاند ليعطي الفرصة للساسة الآخرين داخل الحزب الحاكم الذين لديهم طمع سياسي للترشح لرئاسة الجمهورية بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية فخامة أحمد محمد محمود آدم الحالية. وتم انتخاب الأمين العام لحزب كلمية والنائبه والسكرتير العام وقادة الحزب للمجلس التنفيذي، وبعد ذلك تم التسابق لرئيس والنائبه، وتم الاختيار لمرشح الحزب الحاكم لرئاسة الجمهورية المقبلة لسيد مصاب بيحي عبدي الأمين العام للحزب، حيث صوت له 344 عضوا من أعضاء المجلس التنفيذي الذي كان 365 عضوا. كما تم الانتخاب للنائب رئيس المرشح لحزب كلمية للانتخابات الرئاسية المقبلة، والذي ترشح له كلا من نائب رئيس الجمهورية الحالي السيد عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيدعي والسيد سليمان عيسى أحمد حقل التوسية. وتم الانتخاب للنائب رئيس لمرشح الحزب كلمية نائب رئيس الجمهورية فخامة عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلعي، والذي صوت له 230 عضوا من أعضاء المجلس التنفيذي لحزب كلمية الحاكم، وصوت لصالح الدكتور سليمان عيسى أحمد حقل التوسية 114 عضوا من أعضاء المجلس التنفيذي لحزب كلمية الحاكم. وتحدث في المناسبة الافتتاحية لمؤتمر الخامس لحزب كلمية الحاكم الأمين العام لحزب كلمية السيد موسى بيحي عبدي، تحدث عن المراحل المختلفة للحزب منذ تأسيسه، وأشاد الدور الكبير لفخامة رئيس الجمهورية الذي قام بتأسيس حزب كلمية الذي تحت ظل قيادته وصل البلاد إلى ما نراه الآن من تقدم وازدهار. وأشار الأمين العام لحزب كلمية أن رئيس الجمهورية ذخر للحزب وللشعب. كما تحدث في المناسبة الدكتور سليمان عيسى أحمد الذي ترشح لنائب رئيس الجمهورية، وأعلن أنه تسابق للترشح للنائب الرئيس لحزب كلمية الحاكم. تلقت اليوم لجنة الانتخابات العامة بجمهورية سوماليلاند أجهزة ومعدات أخرى لتسهيل عملية تدوين المصوتين للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة في البلاد.
تلقت اليوم اللجنة الانتخابات العامة بجمهورية صوماليلاند أجهزة ومعدات أخرى لتسهيل عملية تدوين الناخبين للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة في البلاد. هذا وتسلم أمين عام لجنة الانتخابات العامة سعادة عبد القادر إيمان ورصمي وبرفقته أعضاء آخرين من لجنة الانتخابات العامة بعد أن هبطت طائرة محملة بهذه الأجهزة والمعدات لأرض مطار عقال الدولي بالعاصمة هرقيسة. وصرح أمين عام لجنة الانتخابات العامة سعادة عبد القادر إيمان ورصمي لوسائل الإعلام المختلفة أن هذه المعدات والأجهزة تم شراؤها من دولة الدنمارك. وأشار أمين عام لجنة الانتخابات أنه تم تحضير لكل المستلزمات الضرورية لإجراء عمليات التدوين في موعدها المحدد، وسيتم البدء بعملية التدوين في جميع مقاطعات وأقاليم البلاد. بعث مسؤولي منظمة الصحافة الوطنية للمرأة في سوماليلاند ويتشا برقيات التهاني والتبريكات للعاملين في مجال الصحافة العالمي والمحلي بمناسبة يوم الصحافة العالمي، والذي يصادف ذكرى احتفاله 11 من شهر نوفمبر كل عام. بعث اليوم مسؤولي منظمة الصحافة الوطنية للمرأة في صوماليلاند ويجا برقيات التهاني والتبريكات للعاملين في مجال الصحافة العالمية والمحلية بمناسبة يوم الصحافة العالمي الذي يصادف الذكرى الاحتفال به 11 من شهر نوفمبر في كل عام. وأفادت البيان الصحفي الذي أصدره مكتب المتحدث الرسمي باسم منظمة ويجا الوطنية للصحافة المرأة الصوماليلاندية الذي جاء كالتالي: يبعث مسؤولي منظمة ويجا الوطنية للمرأة الصحفية في صوماليلاند برقيات التهاني والتبريكات لجميع العاملين في مهنة الصحافة العامة، خاصة المرأة الصحفية في صوماليلاند، وكل عام وأنتم بخير. وأن منظمة ويجا الوطنية للمرأة العاملة في مجال الصحافة يعمل لتطوير المرأة الصحفية من خلال عقد ندوات ودورات تدريبية متتالية لرفع كفاءة العاملات في هذا المجال. وفي شأن العالمي، روسيا تعترف باحتمال سقوط دائرة بتروغيت بفعل عمل إرهابي. روسيا تعترف لأول مرة بأن تحطيم طائرة بتروغيت وسط سيناء يحتمل أنه كان بفعل عمل إرهابي. اعتراف جاء على لسان وزير الأول لروسيا أدلى به مساء الاثنين للصحافة الروسية ليطوي الجدل الذي رافق تفسير أسباب هذه الحادثة التي أودت بحياة 224 شخصا. فرع ولاية سيناء الموالي لتنظيم الدولة الإسلامية كان قد تبنى عملية إسقاط الطائرة الروسية ردا على الغارة العسكرية التي يخوضها الجيش الروسي في سوريا. السلطات المصرية والروسية رفضتا سبق الأحداث وإسناد مسؤولية الحادثة إلى تنظيم الدولة، كما لم تقبل بتوقعات أمريكا وبريطانيا مفادها أن سقوط الطائرة كان بالفعل تفجير عبوة نازفة. وحسب مصدر مقرب من بيت الأبيض الأمريكي، فإن موسكو والقاهرة رفضتا مساعدة مكتب تحقيقات الفدرالية FBI. الرئيس اليمني يشكل فريقا حكوميا إلى مفاوضات جنيف. أقر الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي خلال اجتماعه مع الهيئة الاستشارية تشكيل فريق حكومي مكلف بالذهاب إلى جنيف للمشاركة في المفاوضات التي دعا إليها المبعوث الأممي إسماعيل ولد شيخ مع الوفد الحوثي والرئيس المخلوع صالح في محاولة للتوصل إلى تسوية للأزمة اليمنية. وتشير المصادر أن الفريق الحكومي سيكون برئاسة عبد الملك مخلافي وعضوية مستشاري الرئيس هادي، وهم أحمد عبيد بن داغر وعبد العزيز الجباري ومحمد العامري وياسين مكاوي وخالد باجنيد وزير العدل. كان هذا مشاهدينا الكرام كل ما لدينا من الأخبار، قدمتها إلى حضراتكم من تلفزيون سوماليلاند، وحتى اللقاء التالي لكم منا أطيب وأرق الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.